دعم منتخب الحزب سواء في البرلمان أو في المؤسسات الترابية مما يقتضي تمثيله في كافة أجهزة الحزب وتطوير كفاياتهم على مستوى الترابط والاقتراع والتواصل، ثامنا الحرص على تقوية حضور الحزب في سياسيا من موقع المعارضة القوية والجريئة والاقتراحية، تاسعا تأهيل الحزب سياسيا وتنظيميا للفوز في انتخابات 26 سواء من موقع يؤهله لقيادة الحكومة أو على أقل تقدير المشاركة فيها من موقع متقدم وفاعل أساسي، وعاشرا وأخيرا اعتبار المرحلة الفاصلة بين المؤتمر الحالي والمقبل محطة لمواصلة تطوير الحزب على مستويات الشفافية التنظيمية والمالية التدبيرية والقطع مع كل مظاهر التسيب التنظيمي. أتمنى لمؤتمرنا النجاح وعاش الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية. راه مبروك على نجاح المؤتمر، لان قدموا تنازلوا على الترشيح ديالهم مجموعه من مبروك تقريبا الترشيح. مبروك على هذه المحطه الناجحه. انتم شفتوا فيما يتعلق بالدبلوماسيه الحزبيه، نعم سي، انتم شفتوا ما توصلنا به وحجم الشخصيات التي خاطبت الاتحاد الاشتراكي من مختلف أرجاء العالم رغم ظروف الجائحة، كذلك على مستوى التنظيم والتأطير. أنتم شفتوا كأن المؤتمر حضوري كل شيء هنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.